السلام عليكم خوتنا المشاهدين. كما شفنا حنان جاوها بزاف ديال الخطاب، والموضوع اللي غنهضروا فيه اليوم هو الزواج ديالها اللي طلب منها داك طامو الفرشه. هذاك السيد هذاك كما شفناه كيقلد وكيضحك وكيدير كل شيء، ناض قال انا باغي نتزوج بحنان. ناضوا صحاب الانتقادات وصحاب القنوات كلهم ضد هاد الزواج هذا، حيت كما تيقولوا هذا زواج البوس. ما يمكنش زعما حنان كيف ما عرفناها عندها مسكينه السمنه، الله يشافيها منها والله يضعفها. هو قال انا مستعد غادي نتزوج بها واخا تكون اي ظروف، انا باغي نتزوج بها. طبيعه الحال حنان دابا مني شافوها الناس المشاهده عندها طالعه، والقناه اللي دازت فيها خلا داك كدوز فيها بالرحمه، كاين غير 100، كاين غير 200 ألف. القنوات اللي كانت ميته ما عندهاش خلا داك كيحطوا غير حنان، هي جات عندنا طيبات معانا كانت معانا. ناض هو قال رانا صاب باش غيدخل، قال انا ندخل بهذه الطريقه ديال الزواج. وكيف ما شفنا راه صدقات ليه، وحتى هو القناه ديالو طلعات بعد ما كانت هابطه طلعات وفاتت حتى ل 100 بالمشاهده، حيت هضر على حنان وهضر في هذا الموضوع ديال الزواج. طبيعة الحال هذا راه غير زواج ديال البوس، ما كاين لا زواج لا حتى شي حاجه. ديك النهار كاين زواج معاها مع قيلوش، ما شفنا حتى زواج. دابا الزواج مع الفرشه تاعو ما شفنا حتى زواج. حنان كيف ما بانت لينا غير استثمار، استثمار ديال القنوات كاملين. وهي اليوم خلا داك بنادم نتمنوا هذوك اللي كتصور معاهم كاملين يخلصوها وما ياكلوهاش رزقها، حيت هذيك المشاهده راه ديالها ماشي ديالهم. نتمنىهم ما يضيعوهاش. وكيف ما قلت حنان واحد الانسانه اللي كلشي باغي خلا داك باغي يستثمر منا وباغي يترزق منا، هادشي اللي باين ليا. وخرجت في واحد الفيديو بانها مشات للحمام وخرجت كتبكي تاني، وقالت بان انايا حسيت براسي اول مره مشيت انا للحمام وشدوا ليا الكساله. كنقول لها اختي راه داك الكساله تشدات لك غير من رزقك، هادوك القنوات كاملين اللي كيصوروا بك راه كيشدوا الفلوس على كتافك وانت ما حاساش، حيت راه كتصوري شي عشرات الفيديوهات في النهار. وانت يا دابا ملي كيدوك الحمام بحال هكا يجيبوا لك الكساله ب 400 كتفرحي، ملي كيشريو لك شي بويجي ما كتفرحي. خاصك كما تنقولوا هاد القنوات كاملين كما قلتي انتيا